بعض الرجال الذين يمتلكون شعرا مجعدا بشكل كبير تقابلهم بعض المشاكل اليومية حول كيف يمكنهم تصفيف شعرهم على أحسن وجه. نظرا لصعوبة تصفيف هذا النوع من الشعر، ولعل أكثر الرجال تميزا في التعامل مع هذا النوع من الشعر هم الأمريكيون ذوي البشر السمراء، فهم يستطيعون بكل براعة اختيار تصفيفات للشعر المجعد تكون جذابة وفريدة من نوعها. هذا أحبائي ما سوف نتحدث عنه في هذا الفيديو. السلام عليكم أعزائي الكرام، أهلا بكم في قناتي، أتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. إذا أعجبكم محتوى القناة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم الجديد. إذن نقدم لكم فيما يلي بعض القصات وأنماط تصفيفات الشعر المموج لإطلالة أنيقة ورائعة. ونبدأ بأشهر قصة شعر في هذه القائمة، وهي موجات 360 درجة. تتميز هذه القصة بدورات الموجات بشكل يوحي بأنه دائري من منتصف رأسك وحتى الأطراف، مع تلاشي شعر السوالف نهائيا وتدريج شعر الرقبة حتى يختفي. ولإتمام تلك القصة عليك أن تقوم بتقصير طول شعرك ليصل إلى 3 من 4 إنش، ومن ثم ضع الزيت وتخيل أنك تقسم شعرك إلى 3 تقسيمات، الجبهة والجانبين والخلفية. وباستخدام الفرشة المموجة قم بتسريح الشعر من منتصف الرأس حتى نهاية الجانب الذي تقوم بتصفيفه. القصة الثانية، تموجات متباعدة للشعر المجعد قليلا. إذا كان شعرك مجعدا قليلا ولكنه يتميز بالنعومة إلى حد ما، فإن التموجات على مسافة بعيدة نسبيا قد تلائمك، فهي محددة بشكل كبير ورائع. يمكنك أن تقوم بتلك التسريحة من خلال وضع الزيت على شعرك وصففه، كما هو الحال مع موجات 360 درجة للشعر المجعد للغاية. القصة الثالثة، موجات مع نصف القمر. تلك القصة تقوم فيها بصنع الموجات، سواء كانت موجات 360 درجة أو تصفيف عادي للأمام والخلف والجانبين، مع تلاشي شعر السوالف والرقبة أو تخفيفهم تدريجيا، ومن ثم انتقل إلى الجزء الأمامي، إذ يقوم مصفف الشعر بحلق جزء من الشعر ليصنع لك نصف قمر، كما هو الحال في هذه الصورة. القصة الرابعة، الموجات واللحية. أما عن هذه القصة فبعد قيامك بصنع الموجات كما ذكرت طريقته من قبل بالزيت والفرشات، يقوم مصفف الشعر بتخفيف نهاية الشعر من الجانبين للغاية بشكل تدريجي، وبداية اللحية أيضا بشكل تدريجي لتظهر كما هو الحال في الصورة. القصة الخامسة، الموجات والحلاقة الجزئية. في هذه التسريحة تتمركز التموجات في أعلى الرأس والأمام، ومن ثم يتم الحلاقة التدريجية للشعر من الخلف والجانبين، كما هو الحال موضح في الصورة. القصة السادسة، تموجات أكثر قصرا ووضوحا. يكون الشعر قصيرا نسبيا في الأعلى، ولكنه في الوقت نفسه يعد طويلا مقارنة بما تبقى من شعر الرأس في الأجزاء الأخرى، ويتم استخدام الفرشة الخشنة فيه بشكل متكرر حتى تكون تلك الموجات أكثر وضوحا وأكثر قربا من بعضها البعض. القصة السابعة، موجات القمة فقط. بعض الشباب يحبون أن يمتلكون شعرا ذا موجات من على القمة فقط، أما باقي أجزاء الرأس فلا يوجد فيها شعر من الأساس، فهي تعد من أفضل تسريحات للشعر المجعد والخشن. القصة الثامنة، شعر مموج وجانبان خاليان من الشعر ورقبة متدرجة. وكما هو واضح لكم فإن هذا التصميم للشعر المموج يكون فيه كل أجزاء الرأس مغطاة بالشعر المموج على نظام موجات 360 درجة فيما عدا الجزء الجانبي الموضح في الصورة، فنجد السوالف فيما هو أعلى منها بقليل فهو بدون شعر نهائيا، أما شعر الرقبة فهو متدرج في الطول. القصة التاسعة، خط محدد وتموجات 360 درجة.
تتميز هذه التسريحة بأن يكون هناك خط دقيق للغاية يحدد حواف الشعر من الأمام بشكل حاد للغاية، مع الحصول على تصفيفة الشعر التي ذكرناها سابقا وهي موجات 360 درجة. القصة العاشرة، التدرج المفاجئ. شعر كثيف عند القمة ومتدرج الكثافة في الجانبين حتى مرحلة التلاشي التام، ويكون التدريج مفاجئ من طويل إلى قصير إلى قصير جدا ثم منعدم. القصة الحادية عشر، موجات قصيرة وتدرج محدود. وهنا يكون الرأس بالكامل مغطى بالشعر المموج، ولكن هناك تدرجا بسيطا للغاية من على الجانبين والخلف، كما أن شكل الذقن يتم رسمها بتناسق مع انحراف الشعر من الجانبين لتكون قوسا مع الشعر لتظهر بالشكل الموضح في الصورة. إذن أصدقائي، شاركونا بآرائكم في قسم التعليقات وقل لنا ما رأيكم في هذه التسريحات. إذن أحبائي كالعادة، أوصيكم بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم الجديد، وإن شاء الله لنا ملتقى في فيديو قادم. دمتم في أمان الله.